لكم فلوج جديد اول يوم عيد، فلوج رقم 4. معلش احنا ما عرفناش نصور اجواء العيد، وانا دلوقتي عند ستي قاعدين في البلكونه. خالد هو بيموت بالخرزه. موت يا خالد. طبعا خالي خالي محسن هو مرعب. انت دافنشي ولا ايه؟ طبعا نشكر الاحبه على هذا اللقاء الجميل. احنا طبعا في صباح يوم عيد الفطر المبارك 2018 يوم الجمعه، صباح الجمعه الساعه تقريبا الساعه 6. امه الاسلام ربنا يكرمك من البركات والخيرات، وكل عام وانتم بخير جميعا، ونشكركم على هذا اللقاء الممتع. وندعو لجميع المسلمين، وهذه تحية من قائدكم الأعلى أردوغان. كرام اللي يعمل لي ضيافة في هذه الحلقة الجميلة الممتعة. طبعا احنا على قناة دريم. الله اكبر. الله اكبر. اتنكست البلد. ان شاء الله خمسه. عمال مصر تبقى 6-0. ان شاء الله النهارده هنولع الدنيا. هنضيع في الكوره. ان شاء الله ونخسر. ونبارك لكم جميعا. يا رب نكسب. طبعا السعوديه فتحت امل لينا. انا ما شفتش فريق بيتهزم 5-0. اللي يتهزم 2. ما هو اللي يتهزم 3 2.5. لا ده الله اكبر ماشيين بالديسنت. يلا كل سنه وانتم طيبين. يلا كل سنه وانتم طيبين وعبال مصر الحبيب. يلا ان شاء الله ما نشوف النهارده. السلام يا خالد. طبعا السلام عليكم. النهارده معانا برنامج جديد باسمه او اسم البرنامج ثواني افكر لثانيه. يوسف معدل يوسف و ولد لا يا جماعه. ود ايوه لازم. لا يا عم عشان نتكلم احنا. لا ايه ده مش على طول. 1 2 3 يلا بولع. عاش تاخد البالونه. عاش. ألف سلامة. ألف سلامة. نجهز البالونة المعاز أشرف اللي كسب. بس ألف مبروك. قولوا لنا توقعاتكم في كأس العالم النهارده، ماتش مصر وأوروبا. الله أكبر. الله أكبر. يا رب بس حاجة والله. معاز طب أنا آسف يا معاز لما يجي. معلش يا معاز. بعد ما انا لقيت شاب من المعادي. بس اللي هيقرب منها ينتحر. طبعا ده عايز ينتحر يا جماعه. لا مش موسيقى تسويقيه. على الاخر. طبعا يا جماعه بيقول اللي هيقرب. لا 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 يا عم لا هينتحر يا عم. موتنا معاه. معاذ اهدى. بقول لك معاذ اهدى. انت مش هتمشي بنفسك كده يا معاذ. يا عم خلاص مش هينفع كده يا عم. طبعا دلوقتي يا شباب احنا مستنيين المترو عشان اروح عند ستي التانية. طبعا اول يوم ده بالنسبة لي بيبقى تعب تعب قوي كمان، وبالذات النهاردة الجو حاجة معرفش الحرارة يتهيألي زايدة عن 45، فمعرفش والله ايه الحال. لا هكلمكم لما نرجع. وبعد ما المترو يا جماعه كان في دوشه، فلازم بقى في مصر. انتوا عارفين احنا عايشين هنا حاجات عجيبه اساسي. ودلوقتي رايحين عند ستي.
ودينا ووصلنا عند ستي. ستي دي سكنها في الملك الصالح. طبعا انا دلوقتي في الملك الصالح، فقاعد شويه عند ستي وبعديها هروح عندي في المنطقه واتفرج على الماتش ان شاء الله. هلحق اصلي صلاه الجمعه بعديها اتفرج على الماتش. عايز تطلع معانا في الفلوج؟ وادي اختي، اختي حبيبه، تعالى تعالى معايا الفلوج. قول يلا حبيبه حاجه للمتابعين. قول حاجه للمتابعين. يلا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. اعملوا لايك يا جماعه عشان سبسكرايب واشتراك يعني. سوي سبسكرايب يا اخويا. وبصوا يا جماعه تكمله البلوج ان شاء الله هيبقى في الماتش، بس البلوج ده مش عارف احنا عملناه ازاي، في اوقات صعبه جدا تعبنا والاستاد اتكسر الدنيا. يلا عادي دلوقتي انا صليت صلاه الجمعه، معرفش والله اخويا نزل ولا لا، بس انا دلوقتي صليت صلاه الجمعه وخلصت، وان شاء الله دلوقتي في طريق يعني هنبدا نروح المنطقة بتاعتي عشان نتفرج على الماتش. تمام طبعا دلوقتي انا في المترو فمتأخر قوي على الماتش، والساعة دلوقتي 1:30 والماتش الساعة 2، فيارب نلحق الماتش يا رب. نشوف بقى نلحق الماتش انا يا رب نلحق الماتش بس.